معنا بشأن ذلك هاتفيا من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد أمشينش. مرحبا بك. نبدأ من المؤتمر الذي عقد اليوم لفلسطيني الخارج في إسطنبول، ما أهمية هذا التحرك ضد صفقة القرن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن المخرجات أو التفاعلات التي يسعى لها جارد كوشنر من أجل تطبيق هذه الصفقة على الأرض تفاعلاتها بدأت، وبالتالي نحن أيضا يجب أن يكون هناك رد عملي على مثل هذا الحراك من أجل إسقاط هذا المخطط وإفشاله. وكما وضحنا اليوم في المؤتمر الصحفي، أقرب شيء أو أقرب حدث أعلن عنه هو ورشة العمل التي ستقام في البحرين، ورشة الاقتصادية من أجل توفير الدعم اللازم لتطبيق هذه الصفقة. وبالتالي الحراك اليوم أعلن عنه المؤتمر، بدأ اليوم من أجل إفشال هذه الصفقة، وضع استراتيجية لهذا الحراك ستبدأ اليوم، بدأت وستكون هناك حراك على مستوى العالم، كل العالم من أجل إسقاط هذه الصفقة. ولكن ما أخذكم على مؤتمر بحرين الاقتصادي؟ يعني كوشنر ذكر أنه سيسهم في تنمية المناطق الفلسطينية. بلا شك أن هذه الأكاذيب التي أطلقها كوشنر مثل السلام الاقتصادي، الرفاهية وإلى آخره، التسريبات التي وصلت إلى الجميع تتحدث عن إلغاء دولة كيان اسمه فلسطين ووضع كيان آخر اسمه فلسطين الجديدة، وهذا على يقام على أراضي موجودة في مصر وقطاع غزة، وإلغاء كل الأرض الفلسطينية وتسليمها إلى الكيان الصهيوني، وحتى القدس تكون كلها عاصمة كما أعلن أنها عاصمة للكيان الصهيوني. وتفاصيل كثيرة حقيقة في هذه الصفقة، كلها بملخصها هي إعلاء لسلطة هذا الكيان ليس فقط على فلسطين بل حتى على المنطقة ككل، ودعمه اقتصاديا وتوفير الانخراط في المنطقة من أجل تأمين هذا الكيان وإلى آخره من التفاصيل التي كما ذكرت كلها تصب في خدمة هذا الكيان وتبني لوجهة النظر اليمين الصهيوني المتطرف. لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية مصرة بتصريح نيكي هيلي التي قالت أن أمن الكيان المحتل على رأس أولويات صفقة القرن، هل تعتقد فعلا أن إدارة ترامب قادرة على تمرير هذه الصفقة؟ كما ذهبت نيكي هيلي وراء الشمس الآن أصبحت من الماضي، ستكون هذه الصفقة أيضا من الماضي، وستسقط بإرادة الشعب الفلسطيني وإرادة أحرار العالم على مستوى الأمة العربية والإسلامية. المأخذ الأساسي اليوم في عدم توحد الفلسطينيين، إلى متى يطول هذا الخلاف الفلسطيني الفلسطيني؟ وحركة فتح تدرك تماما أن أحد أهداف هذه الصفقة إيجاد بديل عن السلطة الفلسطينية. الشعب الفلسطيني اليوم كله متوحد ضد هذه الصفقة، وهذا هو شعبنا دائما يفاجئ الجميع حقيقة بردود أفعاله تجاه مثل هذه المشاريع الخطيرة. اليوم الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض هذه الصفقة، والدليل أن هذه مثل ورشة البحرين رفضت حتى السلطة الفلسطينية أن تشارك فيها، بل وتم يعني تخوين كل من يشارك فيها واعتباره متهاونا أو متخاذلا ضد الوطن وضد فلسطين، وبالتالي لا يجرؤ أحد اليوم أن يقف مع هذه الصفقة أو أن لا يكون متوحدا مع جميع الكل الفلسطيني ضد هذه الصفقة. هناك من يقول إن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية أصبح ضرورة ملحة، كيف يمكن أن يخدم هذا القضية؟ المؤتمر الشعبي لفلسطين الخارج عندما انطلق وضع هذا ضمن مطالبه، أن يكون هناك إعادة لهيكلة منظمة التحرير حتى يشترك الكل الفلسطيني في القرار الفلسطيني، وأن نستطيع أن نواجه مثل هذه المخططات. يعني اليوم تنبه المؤتمر الشعبي لمثل هذه المخاطر مبكرا وطرح مثل هذه المسألة، لأن هناك مشاريع كثيرة تطرح تجاه تصفية قضية فلسطين، وأن لم يكن شعبنا الفلسطيني متوحدا بكليته لا يستطيع أن يقف ضد هذه المخططات. وبالتالي العنوان الرئيسي للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير كإطار جامع للكل الفلسطيني تستطيع، إذا كان أشركت الكل الفلسطيني، وأنا أتكلم عن الكل، أنا أتكلم عن نصف الشعب الفلسطيني موجود في خارج فلسطين، عندما يشترك هذا الشعب كله بإسقاط أي مخطط هو نعم هو قادر على ذلك، وطبعا هو ليس وحده، ومعه كما ذكرت أحرار العالم، وهم أيضا معه دائما متوحدين من أجل
الوقوف مع حقوق شعبنا الفلسطيني. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا سيد محمد دمشانش.